хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа. أن الفنانين ناجحوا بتشريف التقاليد الإفريقية كذلك. اليوم أمامنا عدة جلسات. إذا سمحتم أيها سيداتي وسادتي اسمحوا لي أن أبدأ. أود أن أكلم فخامة الرئيس المصري وإلى جميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الإفريقية. أحييكم في قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. فاجتمع هون ممثلو لكل الدول الإفريقية الأربع والخمسين وأهم المنظمات الإقليمية. وهي حقيقة أول قمة من هذا النطاق. الأمر الذي يؤكد بشكل مقنع على رغبتنا في تعزيز تعاوننا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد. فأشدد على أن في إطار تنظيم هذه القمة لعب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دورا هاما، فلذلك خاطبته في بداية كلمتي. فهو كونه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي كان موجود معنا طوال العمليات التمهيدية، فساعدونا الأصدقاء المصريين في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة. وأتشرف أن أترأس هذه الجلسة مع فخامة الرئيس السيسي اليوم. أيها الأصدقاء الأعزاء، تربط بين روسيا وإفريقيا علاقات الأواصر العلاقات الودية، فكانت بلدنا يدعم بشكل متتابع الحركة القومية التحريرية للشعوب الإفريقية وساهمت في نهوض الدول الإفريقية الشعبة وتطوير اقتصادها و تأسيس القوات المسلحة لها. تعاوننا يتجذر في فترة النضال المشترك ضد الاستعمار وله طابع استراتيجي وطويل الأمد. فبكل تأكيد أمامنا قدرات شاسعة لتفعيل هذا التعاون في مختلف المجالات. فسأشدد على أنه تطوير علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية والمنظمات الإقليمية هذا ضمن أولويات سياستنا الخارجية، باعتبار أنه الدول الإفريقية تكتسب وزنا سياسيا واقتصاديا بشكل حاسم وتترسخ كقاعدة من قواعد على متعدد الأقطاب وتشارك في صياغة القرارات المتعددة متعلقة بجدول الأعمال الإقليمي والعالمي. وفي الكثير من المواقف في الكثير من الملفات مواقفنا قريبة أو متماثلة، الأمر الذي يوفر بيئة خاصة للتعاون في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. سنواصل التنسيق والمشاورات النظامية في الأمم المتحدة وسنرسخ علاقات بين بعثاتنا الدائمة لدى هذه المنظمات وسننسق مع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من الدول الإفريقية. سيعمل ذلك على تضافر جهودنا في توفير أمن مشترك وغير متجازئ وتوفير نموذج أمن للعالم المعاصر. ونشكركم على دعم المشاريع الروسية للقرارات في مكافحة تشغيل النازية وعدم البعد بوضع السلاح في الفضاء وترسيخ مبادر الثقة في الفضاء الخارجي وترسيخ العالم المعلوماتي. فكالعضو الدائم للمجلس الأمن للأمم المتحدة، ستواصل روسيا منهجها استراتيجي الهادف إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في إفريقيا وتأمين الأمن الإقليمي، وندعم رفع الدور الإفريقي في تصويت الأزمات الإفريقية والنزاعات، ونشدد على أهمية مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية. ناقشنا ذلك أمس بالتفاصيل، ونؤيد طرح الأفارقة لمسألة الدعم المالي لجهودهم الهادفة لحفظ السلام على حساب مدفوعاتهم في الميزانية الأممية. يقلقنا
أنه للأسف الشديد لا يزال الوضع في أفريقيا غير مستقر، فهناك عدد من النزاعات القومية والإثنية القائمة علاوةً على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، فتواجه القارة الإرهاب والإيديولوجية المتطرفة والإجرام العابر للحدود والقرصنة، فالعدد من البلدان تواجه عواقب ما يسمى بالربيع العربي الذي أدى إلى أسفر عن عدم الاستقرار في شمال إفريقيا، علاوةً على ذلك إلى في منطقة الساحل والصحراء في منطقة بحيرة تشاد وفي القرن الإفريقي نشهد أنشطة عدد كبير من المجموعات الإرهابية بما في ذلك داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب، ومن هذا المنطلق نعزم على تعزيز جهودنا المشاركة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك عن طريق التنسيق المتواصل بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة الأخرى، تبادل المعلومات وتنسيق جهودنا، وعازمون على مواصلة تدريب العسكريين وعناصر أجهزة الشرطة الأفارقة في المؤسسات التعليمية الروسية المختصة، فحاليا يتعلم في معهد تابع لوزارة الدفاع الروسية عناصر من 20 دولة إفريقية، وبغية تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الوطنية للبلدان الإفريقية نتعاون في المجال العسكري والعسكري والفني، فتعاقدت روسيا في هذا المجال مع أكثر من 30 دولة إفريقية نزودها بأعداد مختلفة بالعتاد والأسلحة بما في ذلك جزئيا بشكل مجاني، يشارك الشركاء الأفارقة في المنورات والمعارض والمنتديات العسكرية، يتعرفوا من خلالها على نماذج حديثة من والواعدة من الأسلحة والعتاد، ففي إطار المنورات العسكرية الدولية جيش 2019 شارك 11 دولة إفريقية، وعدد الراغبين في المشاركة في ازدياد مستمر، فنعير أهمية قصوى لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع البلدان الإفريقية، ففي سنة 2018 بلغ حجم التبادل التجاري مع القارة الإفريقية أكثر من 20 مليار دولار، علما بأنه تضاعف خلال آخر 5 سنوات، ونشهد تنويع حجم هذا التبادل لصالح تغيير تشكيلته لصالح غير الخامات. إن الشركات الروسية تعمل في المنطقة في القارة الإفريقية خلال مدة طويلة بشكل خاص في تنقيب واستخراج الموارد الطبيعية في مجال النفط والغاز، وتخطو خطوات معينة فيما يخص بإقامة التعاون في التقنيات الحديثة. العديد من الحضور شاركوا أمس في الملتقى الاقتصادي الروسي إفريقيا، وطرح خلالها عدد كبير من الأفكار الجديدة والاقتراحات تهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، فاسمح لي أن أكرر أهمية لتدريب الكوادر الأهلية والتعليم، فيتعلم حاليا في روسيا أكثر من 17,000 أفارقة، والحصة السنوية لقبول الطلبة الأفارقة هي 1800 شخص أو منحة، وسندرس إمكانية توسيع هذه الحصة. هناك أفاق واعدة وجيدة للتعاون في مجال الصحة والرعاية الصحية، يشتغل في جمهورية غوينيا مركز الدراسات والأبحاث للأمراض الوبائية ووقاية من الأمراض المعدية، ولعله من الممكن دراسة إمكانية فتح مثل هذا المركز ثاني في القارة الإفريقية. نعتقد مفيدا دراسة موضوع إضافة أو توسيع التعاوننا الصناعي عن طريق إقامة اتصالات مع المنظمات الإفريقية المختلفة، ناقشنا أمس في إطار لقائنا بين المؤسسات والتكتلات الإفريقية واللاجنة الأوراسية هذا الموضوع، وسيتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين اللاجنة الاقتصادية الأوراسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي. أيها الزملاء المحترمون، كلنا مهتمون بإعطاء
متابعة منتظم ومتكامل للتعاون الروسي الإفريقي، وبشكل أولي قد نوقش موضوع تأسيس منتدى شراكة روسيا إفريقيا الذي كما ناقشنا أمس مع بعض زملائي خلال مأدبة العشاء. في إطار هذا المنتدى بشكل منتظم دوري على سبيل المثال مرة في 3 سنوات ممكن انعقاد قمة على مستوى رؤساء دول. هذه فكرة جيدة سليمة وسنؤيدها، وما بين في الفترة ما بين هذه القمم ستعقد مشاورات سنوية سياسية لوزارة الخارجية. أعتقد أن الجميع سيدعم هذا الاقتراح، وفي هذا الإطار سنواصل في تطوير التعاون والعلاقات الروسية الإفريقية. أيها السادة والسيدات، أشكركم على حسن المتابعة، وأتشرف بنقل الكلمة الخطاب لفخامة الرئيس المصري والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس المشارك للقمة السيد عبد الفتاح السيسي.